السلام عليكم يا سنة تانية، ازيكم اخباركم ايه؟ ربي تكونوا كلكم بخير. معاكم زميلتكم رحمة من الفرقة الخامسة، وان شاء الله معانا النهاردة مع مراجعة محاضرة النيورو ديجنريتيف والدي من مايلينيتنج والاوبستراكتيف ديزيزز. قبل ما نبدأ نفتكر زمايلنا بالدعاء، دعائهم بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. تمام، نخش بقى في المحاضرة بتاعتنا عشان ننجز كده، هي مراجعة يعني وكده، فبسيطة ان شاء الله. احنا كنا بنقول ان المحاضرة بتاعتنا عبارة عن 3 اجزاء، نيورو ديجنريتيف ودي مايلينيتنج والاوبستراكتيف ديزيزز. قلنا هناخد في نيورو ديجنريتيف مرضين اثنين، مقدمة في الاول بعد كده مرضين اثنين، دي مايلينيتنج هناخد مقدمة ثم مرض واحد، والاوبستراكتيف هناخد فيه مرض واحد بس. تمام. دخلنا على اول حاجة نيورو ديجنريتيف، وقلنا يعني ايه نيورو ديجنريتيف. هي من اسمها ديجنريشن، ده يعني موت، ونيورو يعني ايه؟ يعني نيورونز، يبقى انا هيحصل لي لوس للنيورونز. اوكي تمام، فلما نيجي نقرا الديفينيشن، قال لك ذيس اوردرز كاركترايزد باي بروجريسيف لوس اوف نيورونز. يبقى انا دلوقتي حصل لي ايه؟ لوس اوف نيورونز. دي هي المشكله بتاعتي، دي كل المرض بتاعي. دي كان افكتنج جروبس اوف نيورونز وذ فانكشنال ريليشن شيبس ايفن اف ذي ار نوت ايميديتلي ادجست. يعني حتى لو هم مش ناس الاماكن جنب بعضها، انما هم بيشتركوا في الفانكشن. اوكي تمام، قلنا ان اهم حاجه في التعريف برضو ان انا عارف ان معظم الديسيسز اللي هو بيتكلم عنها اللي اسمها نيورو ديجنريتيف دي، بيحصل فيها اكيوميليشن ابنورمال بروتينز، بيحصل فيها اكيوميليشن لابنورمال بروتينز. اوكي تمام، يبقى انا دلوقتي في مجموعه من الامراض فيها بيحصل فيها لوس اوف نيورونز. اوكي، وهذه الامراض يعني بتاثر على وهذا المرض بيأثر على النيورونز اللي بتشترك في الفانكشن، ويبقى معظمهم فيهم بيتميز بيه ان في اكيوميليشن للبروتينز. اوكي، بعد كده دخلنا على امثله، وقلنا زي ايه ان المرض بتاعنا ممكن يجي في الكورتكس. اوكي، وبالتالي ما يجي في الكورتكس هي من مجموعه من الامراض اسمها الدمنشيا، اللي اهم مثال عليها واشهر حاجه هو الايه؟ الزهايمر. بعد كده ممكن يجي ياثر النيوروديجنريتيف ده على البيزال جانجليا. اوكي، هم ياثر على البيزال جانجليا هيعمل لي مرضين بيأثروا على الموفمنت، وهما الهايبوكاينتيك، هايبو يعني نقص، وكاينتيك يعني حركه، يبقى ايه؟ نقص في الحركه، او هايبركاينتيك يعني زياده في الحركه، موفمنت ديس اوردر. اوكي، ده الهايبوكاينتيك، ده الباركنسون، وده اللي احنا معانا في الديسيز اللي احنا بنشرحها، والهايبركاينتيك ده بتاع الهانتنجتون ديسيز. اوكي اوكي الهايبركاينتيك ده بتاع الهانتنجتون ديزيز. اخر حاجه سيربيرال اتاكسيا، واخر حاجه الموتور نيرون ديزيز. موتور نيرون ديزيز قلنا ان هو بيأفكت الايه؟ الموتور نيرونز مهما كان مكانها، وبالتالي ما افكت الموتور نيرونز الاقي بعد كده مشاكل في المسلز وهكذا. اوكي تمام، يبقى احنا دي كده اول سلايد. انا عايزاك تطلع منها اول حاجه بالديفينيشن ان هو لوس اوف نيرونز. اوكي، النيرونز اللي لها نفس الفانكشن حتى لو ما كانوش جنب بعض، و في تمييز تاني لمجموعه الامراض دي ان فيهم ابنورمال بروتينز. اوكي، بعد كده دخلنا وقلنا ان انا ممكن يجي نيورو ديجنريتيف ده في الكورتكس ويعمل لي حاجه اسمها الزهايمر ديز، او يجي في البيزل جانجليا ويعمل لي مرضين، حاجه فيها زياده في الحركه زي الايه؟ الباركن معلش، زياده في الحركه زي الهانتنجتون ديز. ليه؟ لان بيحصل فيه مشكله في الانهيبيشن، بيحصل فيه مشكله في الايه؟ في الانهيبيشن. تمام، فبالتالي الحركه بتاعتي تزيد ويحصل معايا هايبر كاينيزيا او هايبر كاينتيك موفمنت، والهايبر كاينتيك هو الباركنسون. والمودرن نيورون ديز اللي هو اشهر مثال، او هو يعتبر اسمه ايه؟ الامايوتروفيك لاترال سكليروزس. اوكي، وده بيأثر على الماسلز لانه بيضرب المودرن نيورونز. تمام، دي صورة تحت، ده صور، دي صورة مرض، صورتين ليه، مرض باركنسون، ده الهانجتون ديزيز اللي احنا نفقد فيه الجزء اللي بيعمل انهيبيشن. تمام، فبالتالي بلاقي هايبر كاينيزيا يعني زياده في الحركه، وده بيحصل فيه مشكله في الكورتكس. اوكي، وده كنا عشان نقسم عليه ان احنا في مشاكل في الكورتكس ومشاكل في البيزال جنجليا في نيورو ديجنريتيف ديزيز. طب بدانا اول حاجه، قلنا الزهايمر، قلنا الزهايمر ده الموست كومن كوز بتاع الدمنشيا في الاولدر بيشنتس، في الناس الكبيره في السن. بعد كده ده فاندمنتال ابنورماليتي ان الزهايمر ديزيز از اكيوميليشن اوف تو بروتينز، حاجه اسمها امايلويد بيتا وحاجه اسمها تاو. اوكي، قلنا ان الامايلويد بيتا ده بيبقى نتيجه لتكسير غير طبيعي لبروتين موجود في السيل وول بتاع الخليه. اوكي، بسبب نقص الانزيم اللي هو يعني بيبقى الانزيم اللي المفروض مسؤول عن تكسير طبيعي يعني مش موجود، بيتواجد انزيم ثاني ويكسر البروتين ده بطريقه تخلي الناتج بتاعي انسولوبل وبالتالي يترسب. اوكي تمام، طب والتاو ده كان ايه؟ التاو ده كان من البروتينز المهمه اللي هي تخلي المايكروتوبيولز جوه الخليه اوكي كلها متصله ببعضها وسليمه عشان يحصل فيها التنقل الجزيئي جوه الخليه. طب جوه النيرف يعني. تمام، طب انا لو فقدت التاو ده اوكي بيترس يعني بيحصل له فوسفوريليشن ويتجمع على بعضه ويترس كمان كابنورمال بروتين، وبالتالي بفقد الوظيفه بتاعه المايكروتوبيولز. تمام، يبقى اهم حاجه والمعضله في مرض الزهايمر ديزيز ان بيحصل عندي ابنورمال بروتينز، حاجه اسمها امايلويد بيتا، حاجه اسمها تاو بروتين. اوكي، والاثنين بيحصل لهم نورمال اجريجيشن ماشي نتيجه مشكله في الانزيمز وهكذا. اوكي تمام، طب هيترسبوا فين؟ هيترسبوا في البرين، في الكورتكس. الكورتكس قلنا لان الزهايمر بيجي في هو موست كومن كوز للدمنشيا عشان هو بيأثر على الكورتكس. ماشي، لايكلي از ريزلت اوف اكسسيف برودكشن اور ديفكتيف ريموفال. قلت لكم او ديفكتيف ريموفال ليه؟ لان الامايلويد بيتا بروتينز دي هي الامايلويد بيتا هي عباره عن نتائج تكسير غير سليم اب نورمال ديجنريشن كده او للبروتين اللي موجود في السيل وول. اوكي تمام، قالك ذيس بروتينز ليد تو نيورونال ديسفانكشن اند ذس. ده بعد كده ما تترسب هذه البروتينز الخلايا تبقى يعني يحصل لها ديس في الاخر يعني. تمام، ان هي بتميل ان هي يحصل لها ابوبتوسيس، تنتحر لانها مش مستحمله كميه البروتينز اللي ابنورمال فيها دي. تمام، وبعد كده بدانا نشوف الصور دي، وقلنا ان احنا الصوره دي كده بالظبط بتاعه الامايلويد بليكس او البيتا امايلويد بليكس. تمام، وان هي دي كده التاو بروتين. التاو بروتين ما بيترسب بيدينا حاجه اسمها نيورو فايبرالي تانجلز. اوكي، ليه؟ لانه بيترسب على المايكروتوبيولز، والمايكروتوبيولز هي اللي واخده الشكل الخيوط ده. تمام، فالخيوط دي هي اللي بتدي شكل النيورو فايبرالي تانجلز بتاعه التاو بروتين، ودي هي عباره عن البليكس بتاعه الامايلويد بيتا. وقلنا ان هو الباركنسون ده بيجي في الكورتكس، فلما نيجي نبص على الكورتكس كده هلاقي ان الايه؟ ان الكورتكس الجيراي فيها بقت صغيره قوي
الجويراي اللي هي الحته العاليه بقت صغيره قوي، حصل لها اتروفي، والسلقاي وسعت. اوكي، حتى هنا كده كنا بنتكلم ونقول في المحاضره الاساسيه ان انا كافكشن الجويراي بتاعتي بيحصل لها ديجنريشن، فبتبدا ايه، تبقى نارور، انما السلقاي بتبدا تبقى وايدر لان الجويراي صغرت. كذلك بقى نتيجه ان البريم بارينك ما دي كلها على بعضها صغرت، فبلاقي الفنتريكلز بتاعتي بقت اوسع. اوكي تمام، يبقى انا كده خرجنا من الالزهايمر ديزيز ان هو موست كومن ديمنشيا في الاولدر بيشنتس، ان هو اهم حاجه فيه هما البروتينز دول. اوكي تمام، طب نخش على تاني مرض وهو الباركنسون ديزيز. الباركنسون ديزيز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ديزيز اوف بيزل جانجليا. اوكي، طب انهي جزء في البيزل جانجليا بالظبط اللي هو بيأثر عليه؟ حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا او نيجرا، سبستانشيا نيجرا. اوكي، سبستانشيا نيجرا هو جزء مسؤول عن الاستيميليشن في البيزل جانجليا عشان يخلي البيزل جانجليا تبعت استيميلاتوري مسجز كده للكورتكس مره ثانيه. فما دام هفقد هذه الاستيميلاتوري مسجز، اوكي، فهيحصل لي ايه؟ هلاقي ان الموفمنت بتاعتي اتاخرت. انا كنت وقفت بس عشان الاذان نكمل بقى. يبقى احنا الاقي ايه؟ ان الموفمنت بتاعتي اتاخرت لان انا فقدت الاستيميليشن، فلاقي ان الموفمنت بتاعتي بقت قليله. ف احنا اهم حاجه برضو في البركنسون ديزيز اللي هو هايبو كاينيتك موفمنت. تمام، ليه؟ لان اتاثر معايا هي سبستانشيا نيجرا. طب ايه السبستانشيا نيجرا دي؟ فيها ايه؟ فيها نوع من النيرون، من النيرونز اسمه دوبامينرجيك نيرونز. اوكي، يعني ايه دوبامينرجيك نيرونز؟ يعني النيرونز الترانسميتر بتاعها هو الدوبامين. اوكي تمام، الدوبامين نيرونز دي بيبقى لونها غامق شويه، فعشان كده في الصوره دي المفروض ان دي سبستانشيا نيجرا طبيعيه، فاللون فيها غامق ازاي؟ اوكي، انما بعد كده يحصل فيه لوس للنيرونز بتاعه سبستانشيا نيجرا اللي هي دوبامينرجيك نيرونز دي، فهلاقيها بقت افتح، وده اللي بيحصل بالظبط في الباركنسون ديزيز. ومع بقى تاثر السبستانشيا نيجرا دي بيترسب برده نوع من الابنورمال بروتينز بنسميه اسمه ليوي بودي. اوكي، وهو الشكل ده كده بالظبط، هو الجزء البينك ده. تمام، ده الليوي بودي. طب عموما طب احنا كده دلوقتي دخلنا في السبستانشيا نيجرا اثرنا على الدوبامينرجيك نيرونز، اما حصل فيها لوز نتيجه النيورو ديجنريشن يعني وهكذا، واترسب جوه النيرونز دي حاجه اسمها لوي بودي، نوع من الابنورمال برضو بروتينز. بعد اللوي بودي دي بتبقى توكسيك للنيرونز، فالنيورونز دي يحصل لها برضو نيكروزس او اوبتوزس، ويحصل لها لوز. طب ده بقى بينتج في سيمتومز لايك ايه، او السيمتومز بتاعه المرض ايه؟ ان هو زي ما احنا قلنا كده بيبقى هايبوكاينيتك موفمنت، الموفمنت بتبقى قليله. اوكي، الموفمنت بتاعتنا بتبقى قليله. هايبوكاينيتك، هايبو يعني ناقص، كاينيتك يعني ايه؟ يعني حركه. اوكي، يعني ناقص في الحركه عموما. طب يبقى ايه كمان من الاعراض بتاعه الباركنسون ديزيز؟ ان هو يا ولاد بيحصل في حاجه اسمها تريمورز. تريمورز دي يعني رعشات. اوكي تمام، ومع التريمورز بيحصل حاجه اسمها ريجيديتي. اوكي، نتيجه نقص النيورونز دي وحصل لها لوس ونقص الاستيميليشن اللي بتعمله، بيحصل في العضلات ان هي بتخشب. اوكي، فيحصل ايه؟ ريجيديتي. اما العضلات تخشب تمام، منها بقى عضلات الفيس. اوكي، فيبقى الفيس اكسبريشن بتاعتي ماسك فيس. اوكي، الماسك فيس يعني ما فيش اكسبريشنز، مش عارف الشخص مش عارف يحرك عضلات وشه، فما بيعبرش عن مشاعره. اوكي، ثاني حاجه ستوبد بوستشر، يعني عمو اللي هناك ده كده. اوكي، وموطي رقبته لقدام، موطي راسه لقدام، لان في ريجيديتي في عضلات الرقبه، فبدناها على الوضع ده بالظبط، بحيث ان الجزء الامامي اللي فوق ده اللي هو الرقبه بالجزء الاولاني من الظهر موطي لقدام شويه. اوكي تمام، احنا قلنا ستوب بوستشر والماسك فيس. تمام، سلوينج اوف فولنتري موفمنت، احنا قلنا هايبوكاينيزيا اهي. تمام، الفولنتري موفمنت الحركات الاراديه حصلها سلوينج، بقت قليله، بقت مش سريعه وهكذا. حاجه بقى اخيره اسمها فيستينيتنج جيت. ايه فيستينيتنج جيت دي؟ اوكي، الفيستينيتنج جيت معناها ان هو عشان يجي يعمل انيشيشن، لحركه معينه، زي مثلا هو واقف هنا وعايز يتحرك للكرسي اللي هناك ده. تمام، مش عارفه ارسمه ازاي يعني، بس اوكي، فالمفروض يمشي من هنا لهنا. تمام، ففكره الانيشيشن دي اصلا صعبه، زائد ان هو مثلا لو هو وصل لهنا الكرسي وعايز يرجع هنا تاني، ففكره التبديل ما بين الحركه والتانيه دي صعبه. ليه؟ نتيجه نقص الدوبامينرجيك نيرونز. الدوبامينرجيك نيرونز والستيميلاتوري مسجز اللي بتبعتها البيزل جانجليا للكورتكس اتاثرت، فبالتالي الفولنتري موفمنت بقت صعبه. اوكي، في مشكله في الانيشيشن وكمان التبديل ما بين الحركات. اوكي تمام، يبقى احنا كده خلصنا الباركنسون ديزيز. يبقى احنا قلنا دلوقتي في نيورو ديجنريتيف ديزيز انا بيحصل عندي لوس للنيورونز، بيبقى فيها اكيوميشن لابنورمال بروتينز، ادينا عليها امثله. المشكله اللي بتحصل في الكورتكس او اللوس اللي بيحصل في الكورتكس بيزيد، دي مرض اسمه ديمنشياز اللي هو البص كمان منها هو الالزهايمر. طب لو حصلت في البيزل جانجليا وانا فقدت الاستيميلاتوري مسجز، تمام، هيحصل ايه؟ هيحصل الباركنسون ديزيز، بيحصل فيها هايبوكاينيتك يعني موفمنت قليله. طب لو فقدت من البيزل جانجليا حاجه بتعمل استيميليشن، بتعمل انهيبيشن، تمام، زي المرض بتاع الهانتنجتون ديزيز. اوكي، ساعتها هيحصل ايه؟ هايبركينيزيا يعني الموفمنت تبقى زياده. اوكي، طب لو اثرت على الموتور نيورونز مهما كانت فين، وعمل لي مرض اسمه الامايوتروفيك لاترال سكليروزس. اوكي، اللي هو برده هو الموتور نيورون ديزيز، يبقى ساعتها المسلز هي الايه اللي هتتاثر. اوكي، المسلز نفسها هيحصل فيها تاثر يعني. طب بعد كده دخلنا اتكلمنا عن الايه الالزهايمر ديزيز، وقلنا ان هو موست كومن كوز للدمنشيا في الاولدر بيشنتس، وقلنا اهم حاجه فيه ان انا عارف ان هو في نوعين من البروتينز، حاجه اسمها تاو وحاجه اسمها امايلويد بيتا. اوكي، والتاو ده هو بتاع المايكروتوبيولز اللي بيبقى جوه الخليه، والامايلويد بيتا ده بتاع نوع من البروتين اللي موجود في السيل وول. وبعد كده بعد ما بيترسبوا نتيجه ديفكتيف في الريموفال، اوكي، ان هم الاميلويد بيتا ده اما بيتكسر بنوع انزيم معين، يعني المفروض ان هو في الطبيعي يحصل له ايه؟ يحصل له ان ماكروفاج تيجي تاخد الاجزاء بتاعته المتكسره دي وتعمل له ريسايكلينج وهكذا، انما انا دلوقتي بتحول ان الاجزاء اللي بتتكسر منه بقت انسولابل. اوكي، فبالتالي الماكروفاج دي ما بتعرفش تاخدها لانها تعمل لها انجلفمنت، فبتترسم مكانها، وبالتالي تؤدي الى ان النيورونز في الاخر يحصل لها ديس فانكشن وحتى يحصل لها ديث. طب الباركنسون ديزيز
ان هو هايبوكاينتيك موفمنت، تمام، اني فقدت الاستيميلاتوري مسجز اللي بتحصل من الدوبامينرجيك نيرونز الموجوده في السبستانشيا نيجرا، وان هو بيترسب في حاجه اسمها لوي بادي، واتكلمنا كمان عن الاعراض اللي بتظهر عنده نتيجه حاجه اسمها تريمرز، اوكي، بيحصل فيه رعشات، وكمان الريجيديتي بتاعه الماسل، تمام. نخش بقى على تاني نوع من الامراض، وهو الديمايلينيتنج ديسيزز. الديمايلينيتنج ديسيزز هي عباره عن ايه؟ ان بيحصل فيه دامج للمايلين شيز، اوكي، رغم ان هو بيحصل دامج في المايلين شيز، واكيد كلنا عارفين ان المايلين شيز ده اللي هو بيبقى حوالين الاكزون، اوكي، ادي الاكزون وادي المايلين شيز ده، فما بيحصل فيه تاثر ويتكسر، ده كمان يعني ما بيوصلش للاكزونز المفروض، فبيحصل ايه؟ بيحصل بريسيرفيشن اوف اكزونز، يعني لما بيحصل دامج للمايلين ان الا ان الاكزونز بتدنها سليمه عادي، اوكي. طب المايلين شيز ده بيساعد في الترانسميشن بتاع الامبلسز، اوكي، فانا لو كسرت المايلين شيز ده هيحصل فيه عندي مشكله، هيحصل فيه مشكله في الترانسميشن بتاع الالكتريكال امبلسز، اوكي. ومن اشهر مثال على ديمايلينيتنج ديزيز هو المالتيبل سكليروز. هو ايه؟ المالتيبل سكليروز. طب نخش بقى على المرض بتاع المالتيبل سكليروز. المالتيبل سكليروز هو بيجي في الستات اللي هي ايه؟ الميدل ايجد او اليانج ايجد، ايه اليانج ادلت يعني ومن، اوكي. انا لما اجي اقول لك ان المرض ده اكتر في الستات، واكتر في الستات اللي هم اليانج ادلت او الميدل ايجد ومن، طبيعي يتبادر لذهنك اول حاجه ان هو اكيد اوتو اميون ديزيز. فالمالتيبل سكليروز هو فعلا اوتو اميون ديزيز، تمام. بيتصف بايه؟ بيتصف بيه ايبوسيتس من النيورولوجيكال ديفيسيتس انتسبيريتد ان تايم، وده بسبب ان احيانا المناعه بتاخد فتره كده تشتغل فيها بزياده، وبالتالي تبدا تكسر مايلين شيز كتير، بعد كده يجي نوع من السيلز كده يهدي الدنيا شويه ويهدي خلايا المناعه المستعبطه دي ويقول لها دي علينا ده المايلين شيز بتاعنا، تمام. فيحصل ايه؟ ريلابسنج. يحصل كده ان في فترات يبقى فيها العيان طبيعي او كويس يعني الى حد ما، وبعد كده يخش في اتاكس ثانيه، فهو بيحصل فيه على هيئه اتاكس او ايبوسيدز من النيورولوجيكال ديفيسيتس اللي بتبقى سيبريتد بالتايم، وفي اثناء التايم اللي بينها ده بيبقى المريض كويس الى حد ما، اوكي، تمام. طب المالتيبل سكليروزس هو الموست كومن ديمايلينيتنج ديزيز، هو فعلا اشهر مثال على الديمايلينيتنج ديزيز، الديزيز اللي بيحصل فيها دامج للمايلين شيز، ان هو اكتر حاجه بيجي في اليانج ادلت ايه ومن. طب اما باجي اتكلم عموما عن اي اوتومين ديزيز، غالبا بيبقى فيه استعداد جينيتك، غالبا بيبقى فيه استعداد ايه؟ جينيتك، اوكي. يبقى لازم يبقى فيه انفايرمنتال فاكتورز وجينيتك فاكتورز، فمن الباثوجينيسيس اللي بتحصل فيه المالتيبل سكليروزس ان بيبقى فيه اول حاجه جينيتك سسبتابيلتي للاشخاص، يعني هو ان جينيتك بريديسبوزد انديفيدوالز، الستات دي معرضه ان هم ايه؟ يجي لهم مالتيبل سكليروزس. طب يجي بقى يحصل حاجه في الانفايرمنت، ايه بقى من الانفايرمنت؟ يحصل مثلا فايرال انفكشن، مثلا يحصل فيفر، يحصل خط، يحصل تروما، يحصل مشكله نفسيه، تمام. بس خلينا نتكلم موجود في الكتاب ان هو فايرال انفكشن مثلا زي البشتاين بار فيروس، او ايه معايا طبعا استعداد وراثي وهو الجينيتك بريديسبوزيشن، يحصل اكتيفيشن للتي سيلز، التي سيلز دي تروح تهاجم المايلين شيز، بعد كده تفرز سايتوكاينز تنادي على اخواتها، كل خلايا المناعه تيجي تهاجم المايلين شيز، بعد كده بعد نيجي نوع من السيلز كده اسمه تي ريجيلاتوري سيلز يهديهم شويه، وبعد كده يرجعوا ياخدوا افاقه مثلا مره ثانيه ويدخلوا في اتاك ايه مره ثانيه ويبداوا يهاجموا المايلين شيز اكتر. دي الباثوجينيس. طب المورفولوجي بتاعنا بقى، ودي حته انا عرفت ان الدكتوره بتاعتكم مركزه عليها، المورفولوجي ان هو نتيجه اللوس او النيرونز دي بيحصل لها دامج، اوكي، بنلاقي ان في حته ديبريسد، بنلاقي ان في حته ايه؟ ديبريسد. يعني ثانيه واحده ما اكبر لكم على الصوره، لو بصينا هنا كده، اوكي، هنلاقي ان في حته كده ديبريسد عن الوايت ماتر اللي حواليها. وانا ما اقولكش عموما ان الديسيز ده بيحصل في المايلين شيز اللي حوالين الاكزون، زي ده طبيعي في الوايت ماتر ولا في الجري ماتر؟ اكيد 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 في الوايت ماتر بالظبط كده، لان الوايت ماتر هي اللي فيها الاكزونز، فتبقى في حته في الوايت ماتر لونها مختلف عن باقي الوايت ماتر، وبالتالي ديبريسد كمان، تمام. ليه؟ لان احنا بيحصل فيه دامج دي الاكزون، من دامج جيني المايلين شيز اللي حوالين الاكزونز. فهو الام اس المالتيبل سكليروزس هو وايت ماتر ديزيز ذات افكت ريجنز في، سواء في البرين او السباينال كورد، سواء في البرين او في السباينال كورد، هو سنتر نيرف سيستم، فيعني هو ديزيز في سنتر نيرف سيستم، فسواء برين او سباينال كورد. ابيز از فير ابيرز از فير مول سيركمسكرايبد سم وات ذا بريست كولد بليكس، فعلا نتيجه اللوس اوف مايلين شيز والنيرونز اللي بتتاثر دي يحصل ان الجزء ده يحصل له ديبريشن، اوكي، وبالتالي بيبقى لونه مختلف شويه، بس هو في نفس الوقت فيرم ومحدد عن الاجزاء اللي حواليه، اهي الحته دي كده برضو محدد عن الاجزاء اللي حواليه، وبنسمي الجزء ده هو ايه؟ البليك، ماشي. لو جينا نبص بقى مثلا مايكروسكوبك، احنا كده صابغين بصبغه عشان نبين المايلين شيز، فكل ده متصبغ بالصبغه اللي بتصبغ المايلين اهو ما عدا الحته دي، اوكي، الحته دي ما فيهاش مايلين، الحته دي ايه؟ ما فيهاش مايلين. طب تيجي نبص على الصوره الثانيه هنا، نلاقي ان الحته برضو دي كده ايه؟ يعتبر فاتحه، اوكي، يبقى احنا فقدنا فيها المايلين، وبرضو الحته دي تحت الميكروسكوب بنسميها اكتف بليك، يبقى احنا عندنا البليك اللي هو بالكروس، اوكي، هي حته ديبريزد ويلكم ويل سيركمسكرايبد دي يعني متحدده عن اللي حواليها وفيرم وديبريزد شويه. طب تحت الميكروسكوب هلاقيها ان هي شوز مايلين بريك داون، ما فيهاش مايلين، ليه؟ لانها ما تبغتش بالصبغه الايه اللي تصبغ المايلين، ويز اباندنت ماكروفاجز اند ليمفوسايتس، طبعا لانه اوتوميون ديزيز، فهلاقي الاميونيتي سيلز كلها موجوده ومتركزه في المكان. طب الكلينيكال فيتشرز بقى ايه؟ قال لك ان هو بيجي على هيئه ريلابسنج اند ريميتنج كورس، يعني ايه؟ يعني اتاكس وفيها وفي تايم سيبريتد ما بين الاتاكس وبعضها، التايم ده المريض فيه كويس شويه، تمام، ماشي. من اهم النيرفس اللي بتتاثر مع المالتيبل سكليروزس هو الاوبتيك نيرف، من اهم النيرفس اللي بتتاثر مع المالتيبل سكليروزس هو الاوبتيك نيرف، تمام، وهتسمع ده في البطنه كتير. فالفيجوال امبيرمنت من الحاجات المشهوره، فاللي بيقول ايه؟ فيجوال امبيرمنت ديو تو انفولفمنت اوف ذا اوبتيك نيرف، ماشي، وغالبا بيجي ناحيه واحده، وهو من المانيفيستيشن المشهوره او المعروفه مع مرض المالتيبل سكليروز.
احنا كده خلصنا تاني جزء وهو دي ماينيتنج ديسيز. عرفنا ان احنا بنقص بيحصل دامج جيني الماينين شيز وبريسرفيشن ومع بريسرفيشن للاكسونز، الاكسونز بدنا سليمه مع ان ده بيبقى في بدايه المرض وبعد كده ممكن تتاثر عادي يعني، بس اوكي خلينا زي مع بريسرفيشن للاكسونز ونتيجه ان انا دمرت الماينين شيز ده بيحصل مشكله في الترانسميشن بتاع الامبلسز. من اهم الامثله عليه هو المالتيبل سكليروزس واوتو اميون ديسيز، وهو الموست كومن دي ماينيتنج ديس اوردر، بيجي على هيئه اتاكس فاصل بينها تايم من التحسن وبيجي في اليونج ادلت وومن ومعاه جينيتك بريديسبوزيشن مع فايرال انفكشن في الباثوجينيسيس. بعد كده المورفولوجي قلنا ان هو وايت ماتر ديسيز في البريم سباينال كورد، وايه بيبقى فيه بليكس ماشي، وهذه البليكس بيبقى مفقود فيها الماينين ويبقى فيها ماكروفاجز وليمفوسايتس في الميكروسكوب، ومن اشهر النيرفز اللي بتتاثر معاه هو الاوبتيك نيرف فبيحصل فيه فيجوال امبيرمنت. نخش على ثالث امراض وهي الاوبستراكتيف ديسيزز، اللي منهم المرض مجموعه امراض اسمها اوبستراكتيف ديسيزز، منها هناخد الهيدروكيفلس بس. يعني ايه اصلا هيدروكيفلس او هيدروسيفلس؟ هيدرو يعني ميه، سيفلس يعني ايه؟ يعني المخ، يبقى في ميه في المخ، بس ميه في اي حته في المخ؟ لا، ميه زياده في الفنتريكلز، في الفنتريكلز اظن احنا عارفين الفنتريكلز في الاناتومي والفيزيولوجي كل حاجه دي اوكي. فما يبقى الميه زياده يعني في سي اس اف، مش ميه برده هو سي اس اف لان الفنتريكلز دي مملية بالسي اس اف، بس سي اس اف زياده فنفخ هذه الفنتريكلز فحصل ابنورمال دايليتيشن للفنتريكولار سيستم. ابنورمال دايليتيشن للفنتريكولار سيستم، الفنتريكولار سيستم المفروض ان هو حجم معين فبدا يزيد في جواه السي اس اف وليه جواه كميه سي اس اف معينه، فبتبدا تزيد لحد ما يحصل دايليتيشن للفنتريكولار سيستم ده. بسبب ايه؟ بسبب زياده في السي اس اف اكسس سيريبرو سباينال فلويد ويز اتروفي اوف ذا برين تيشو. طبعا اما اللي يحصل دايليتيشن للفنتريكولار سيستم ده ويضغط على اللي حواليه فيحصل اتروفي للبري. طب الاسباب ممكن تكون كونجنتال او اكوايرد، حد اصلا مولود بمشكله ادت ان يحصل فيه دايليتيشن في الفنتريكولار سيستم. اول حاجه كونجنتال ستينوزس الاكويدكت سبراي، تاني حاجه كونجنتال ستينوزس الفرامينا بتاعه الفورس فينتريكل. طب ده ليه؟ لان السي اس اف بيبدا تصنيعه اصلا من الفينتريكلز، من اللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل وهكذا، بعد كده يرجع كده يلف لحد ما يوصل للسبراكينويد تمام. فاي يعني الاكويدكت دي اللي هي الوصله ما بين الثيرد فينتريكل وما بين الفورس فينتريكل، لو هي اصلا الطفل مولود بيها وهي مسدوده، فهل السي اس اف هيعرف يكمل السيركيليشن بتاعته؟ لا، ده هيقف هنا كده مش عارف يكمل، يقوم اللاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل هما الاثنين دول يحصل لهم دايليتيشن ويكبروا كده ويضغطوا على المخ. طب لو حصل ان القفله موجوده في الفورامينا بتاعه الفورس فينتريكل، يبقى السي اس اف مش هيقدر يعدي من هنا، فالفورس فينتريكل كمان يكبر ومعاه الثيرد فينتريكل ومعاه اللاترال فينتريكل كل اللي فوقه هيكبروا تمام. يبقى احنا كونجنتال في اطفال بيبقوا مولودين بستينوزس في الاكويدكت او الفورامينا بتاعه الفورس فينتريكل. طب اكوايرد كوزس بقى، مثلا حصل انفكشن زي الايه؟ زي المننجايتس، زي المننجايتس حصل انفكشن في المننجيز. وما حصل انفكشن حصل هيلينج فايبروس تيشو، وما دام حصل هيلينج فايبروس تيشو يحصل ايه؟ ادهيجنز من نتيجه الفايبروس تيشو ده، فيحصل اوبستراكشن تمام. سواء بقى الايه، سواء للسبراكينويد سبيس ده كله، سواء حتى للفورامينا بتاعه الفنتريكل بتاع الفورس فنتريكل تمام، او مثلا موجود برضو مثلا برين تيومر هنا كده ضغط على السبراكينويد سبيس تمام، او ابسس برين ابسس ضغط على السبراكينويد سبيس، يبقى يحصل اوبستراكشن للسي اس اف لو. حركه السيركيليشن دي ماشي كلها يحصل لها ايه؟ يحصل لها obstruction. طب ازاي؟ ان يبقى في fibrous tissue قافل، في fibrous tissue adhesions قافله نتيجه بعد المننجايتس، او في brain tumor قافل، او في brain abscess قافل. طب deficient absorption، يبقى ممكن يكون الدنيا ساكنه كويسه اوكي، بس المكان بتاع الابزوربشن هو اللي بيتاثر. طب ايه اصلا مكان الابزوربشن؟ هو السبراكينويد سبيس، لان السبراكينويد سبيس ده بيبقى فيه بعض ال الفيلاي كده او الجرانيوليشنز اللي بيخرج منها سي اس اف عشان يمتص من الفينز اللي موجوده تحت الديوره تمام. فهو ده مكان الايه؟ مكان الابزوربشن بتاع السي اس اف. احنا السكريشن بتاعه بيبدا من الفنتريكلز ثم بيحصل له ابزوربشن من السبراكينويد سبيس. فلو حصل اوبريتريشن للسبراكينويد سبيس الجرانيوليشن اللي فيها دي بسبب ايه برضو؟ بسبب مثلا برضو تيومر اوكي قافل عليه، مع ان التيومر ده يعتبر ان في مثلا سب تنتوريال تيومر يعني هنا كده قافل على السبراكينويد سبيس، المفروض ان هو يعتبر اوستراكشن يعني، بس هو بيقول لك ديفيشنت في الابزوربشن مش مهم، كتبنا انا احترمه ماشي. انما لو هو جه قال لي ثرومبوزس عند الفينز اللي موجوده في الديوره اللي بتمتص دي، اقول لك ماشي دي حاجه تمام، يبقى فعلا في مشكله في الايه؟ في الابزوربشن اهو تمام، لان الفينز مقفوله بالثرومبس تمام. تمام احنا كده عندنا اسباب كونجنتال زي الايه؟ الاكويدكت تبقى مقفوله او الفرامينا بتاعه الفورس فينتريكل تبقى مقفوله، او اوبستراكشن تاني بس مش بسبب كونجنتال، بسبب مثلا في ابسس ضاغط، في تيومر ضاغط اوكي، او في مثلا كان في انفكشن حصل بعدها فايبرس اوبستراكشن تمام، او في مشكله في الابزوربشن اصلا زي ما يبقى في ثرومبوزس في سبيريو ساجيتال ساينس، وهي احدى الفينز يعني اللي موجوده في الديوره عشان تمتص السي اس اف دي تمام. تمام طب التايبس بقى بتاعت الهيدروسيفلس، في منها كوميونيكيتنج هيدروسيفلس. يعني ايه كوميونيكيتنج؟ يعني الفنتريكلز كلها متصله ببعضها، مفيش قفله ما بين الفنتريكلز وبعضها، لا ده الفنتريكلز كلها متصله ببعضها اوكي وكلها دايليتد مع بعضها. طب معنى كده هل القفله فما بين الفنتريكلز وبعضها ولا بعد الفنتريكلز اصلا؟ معنى كده ان القفله بعد الفنتريكلز، وما دام القفله بعد الفنتريكلز يبقى طبيعي تبقى ايه؟ في السبراكينويد سبيس وانت طالع تمام. طب لو نون كوميونيكيتنج، مع نون كوميونيكيتنج يعني الدايليتيشن ما بين الفنتريكلز ده مش كلهم زي بعضهم، ده في واحد دايليتد وواحد لا، يبقى معنى كده ان في فعلا قفله ما بين الفنتريكلز وبعضها، سواء بقى في الاكويدكت اوكي هنا، سواء في الفورامينا اللي بتوصل لاترال فينتريكل بالثيرد فينتريكل، اي فورامينا او اي او الاكويدكت اللي بتوصل الفينتريكلز ببعضها تمام. حصل في واحده فيهم اوبستراكشن فادى ان الفينتريكلز مثلا يبقى في واحد فيهم دايليتد وواحد مش دايليتد تمام. طب ده هياثر على الانفانتس ازاي؟ هياثر على الانفانتس بحيث ان طبعا السي اس اف عمال يكبر،
والعضم بتاع البيبي ده او العضم بتاع الانفانت ده مش قوي، فيبدا يدنه يوسع كمان مع زياده البريشر جوه المخ، فالعضم يبدا يوسع ويجي والراس البيبي دي تكبر تمام، نتيجه ايه؟ زياده سي اس اف، زياده الضغط جوه جوه المخ يعني جوه الجمجمه يعني، وهكذا جوه السكال، فيحصل ايه؟ سبريشن للسكال سوتشرز، لدرجه ان ممكن السوتشرز بتاعت السكال اصلا تفتح تمام من كتر الضغط اللي جواها، وفي الاخر تضغط على البرين من جوه يحصل برين اتر. طب في الناس الكبيره في السن بيحصل زياده في الانتراكرانيال تنشن يعني الضغط اللي جوه الجمجمه، وبالتالي ممكن البرين نتيجه الضغط العالي عليه ده يقوم مثلا يلاقي حته زي الفورام المجرم اللي هي فتحه العظم اللي هو موصله اللي بيحصل فيها توصيله بين البرين والسبان كون، ويروح مثلا حته ان البرين نازله منها. ليه؟ لان الضغط فوق عالي قوي، ويحصل حاجه اسمها برين هيرنيشن يعني حته برين تسيب مكانها وتخرج. اوكي اوكي كده خلصنا تالت مرض وهو الهايدرو كيفلس او الهايدروسيفلس. قلنا ان هو دايلاتيشن في الفنتريكلز بيحصل فيه كوز بتاع زي كونجنتال كوزز ام اكوايرد كوزز، ومنه تو تايبس حاجه اسمها كوميونيكيتنج وحاجه اسمها نون كوميونيكيتنج، والتاثير بتاع الانفانتس او الادلتس. تعالوا بقى احنا هنشوف الحاجات اللي مكتوب عليها الدكتوره في المحاضره، احنا كده خلصنا المراجعه بتاعتنا الاساسيه. بسم الله نشوف الدكتوره كانت مأكده على ايه. اهو بدات معاكم بالنيورو ديجنريتيف ديزيز، وقالت لكم كانت مؤكده على كلمه ان هو بيحصل فيه ابنورمال بروتينز اجريجيتس، ودي احنا برضه مؤكدين عليها. بعد كده بدات هنا قالت لكم ان الجروبس دي ممكن تيجي اسي او اسي يعني. اوكي احنا عارفين طبعا ان الدمنشيا منها الزهايمر ديزيز، اوكي الدمنشيا ده هو القرف او العاده، وعارفين اكيد اعراض الزهايمر ان الشخص بينسى كتير وهكذا، فبالتالي بيحصل ايه؟ كوجنيتيف ديس اوردر يعني او كوجنيتيف فانكشن يعني مشاكل الادراك هي اللي بتقل. طب الباركنسون ديزيز ده موتور امبيرمنت ماشي تمام، قلنا هايبوكاينيتيك. اوكي انما الهانتنجتون ديزيز ده بيبقى اكسسيف موفمنت تمام، اللي هو الهايبركاينيزيا احنا قلنا عليها قبل كده. مي الامايتروفيك لاترال سكليروز اللي هو بتاع الموتور نيرون ديسيز، مش قلت لكم هيتاثر الموتور نيرونز وبالتالي هيأثر بعد كده على المسلز، ففعلا في ويكنس ومسل ايه اتروفي كده. ده بتقول ان هو لو جه سؤال اسي يعني فممكن يجي يسالك عن الجروبس. اوكي عارف اعرفوها بس يعني مش حاجه. بعد كده الالزهايمر ديسيز قالت اهم حاجه فيه برضو البروتينز، ودي احنا قلناها. والباركنسون ديسيز اهم حاجه انتوا عارفين ان هو في سبستانشيا نيجرا وبيحصل فيه ترسيب ليه نوع البروتينز اللي اسمه ليوي بودي، برضو الحاجات دي احنا قلناها. بعد كده دي بقى السيمبتومز بتاعه الباركنسون اللي انا المفروض برضو كنت قايلها لكم، ان بيحصل فيه ريجيديتي للمسلز، ريجيديتي للمسلز تمام، وده اللي بيدينا حاجات اصلا زي الماسك فيس. اوكي الماسك فيس اهو تمام، والحاجات اللي كانت زي الفيستينيتنج جيت والستوبد بوستشر. طب الايكاينيزيا يعني ممكن ده الحركه تقل 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 لحد ما تديني مفيش حركه اصلا، او بريديكاينيزيا هي هي كلمه هايبوكاينيزيا هناك بالظبط، اللي هو سلوينج انيشيشن اند كانينج اوت فولنتري موفمنت. فاكرين لما كنت بقول لكم الفيستينيتنج جيت بيحصل ان هو عشان يعمل انيشيشن للموفمنت دي بتبقى حركه صعبه عليه، وقلت لكم ان هو كمان بيتصف بتريمورز تمام، الحاجات دي كلها قلناها يعني. with secondary manifestation like postural and gait abnormality، الجيت بتبقى مش طبيعيه اللي هو الفستينيتنج جيت، والبوستشرال دي اللي هو الستوب بوستشر تمام، with a tendency to fall backwards or forwards. وطبعا في tendency to fall العيانين بتوع باركنسون فعلا بيقعوا كتير، ليه؟ لانه مش عارف يتحكم في عضلاته ولا في الحركه بتاعته تمام. تمام يبقى هي برضو عايزه ايه الجمله بتاعت الريجيديتي والايكاينيزيا والفلات فيشز والتريمورز، واظن ان احنا كنا كلهم قلناهم هناك برضو واحنا بنشرح في الداتا. دي مايلينيتنج ديسيسز. اوكي ان هو دامج للمايلين طبعا دي احنا عارفينها، ده بيأثر على الترانسميشن ماشي، الحاجات دي هي اكدت عليها واحنا كمان، وان اهم اكزامبل لو هو المالتيبل سكليروزس، وده في المالتيبل سكليروزس عارفين ان هو اوتو اميون ديزيز، ممكن يكون بسبب جينيتك بري ديسبوزيشن وكمان معاه فايرال انفكشن تمام، ان هو بروجريسيف ديزيز. اوكي بيزيد مع الوقت، فاكرين ساعه ما قلت لكم ان هو الاكزنز بتتقصف في الاخر خالص. اوكي هو فعلا بيزيد مع الوقت، بيجي في الفيميلز اللي هم ميدل ايج من 20 ل 40. طب المورفولوجي بتاعه هي يعني مأكد على حته ان هو ممكن يجي ام اس كيو او اسي. اوكي احنا اهم حاجه حته اللي هو بيجي في الوايت ماتر دي احنا عارفينها تمام، ان هي بتبقى عباره عن بريست ليك وفيرم ويل سيركمسكرايب تحت الميكروسكوب، بيبقى فيه ماينين بريك داون، ممكن الاقي اباندنت ماكروفاجس ولينفوسايتس عشان اوتوميون ديزيز. وسبحان الله الصور قريبه جدا من الحاجات اللي احنا كنا جايبينها يعني، دي المفروض الماكروفاجس والينفوسايتس اللي موجوده. الكلينيكال ميكانشر هي مأكده قوي على الجزء بتاع الفيجوال امبيرمنت، وان هو بيبقى يونيلاترال. اوكي والتاثير على الاوبتيك نيرف. الهيدروكيفلس هي كده كمان على الديفينيشن بتاعه ان هو ابنورمال دايليتيشن للفنتركلز. اوكي وعلى الكوزس، الكوزس ممكن تيجي اسي او ممكن تيجي ام اس كيو، احنا قلنا ان هو الكونجنتال كوزس وقلنا الاكوايرد كوزس كلها، هي مش مزوده حاجه فيهم خالص. والتايبس بتاعته بقى كوميونيكيتنج ونون كوميونيكيتنج، كله اللي هي عايزاه برده ان النون كوميونيكيتنج ده بيحصل فيه اوبستراكشن في ما بين الفنتركلز وبعضها في الفنتركلر سيستم، سواء بقى الانتر فنتركلر فورم اللي بتوصل ما بين الثيرد فنتركل واللاترال فنتركل، او الاكويداكت اللي بتوصل ما بين الثيرد فنتركل وما بين الفورس فنتركل، او الفورامينا بتاعت الفورس فنتركل يعني. بس المفروض ان هي لو الفورامينا بتاعت الفورس فنتركل ده يعمل لها كوميونيكيتنج، ليه؟ لان هم خلاص كل اللي فوق الفنتركلز كلها متصله ببعضها. طب ايه بقى اللي بيعمل عندك كوميونيكيتنج؟ ان هو يبقى خلاص هو ساب الفنتركلز كلها وراح قفل اصلا في الايه؟ في السب اراكينويد. الايفكت بتاعه برضه ده ممكن يجي اسي. اوكي زي احنا قلنا على الانفانس ان الراس بتاعتهم بتكبر لحد لدرجه ان يحصل انلارجمنت الايدز، لدرجه ممكن يحصل ان السوتشرز كلها بتاعه السكال اصلا يحصل لها ان هي تتفكك، يحصل لها سيبريشن، البرين بيتضغط عليه يحصل له اتروفي، وفي الادلتس بيحصل انكريز انتراكرانيال تنشن، وممكن يحصل برين هيرنيشن. ده كده كل اللي الدكتوره اكدت عليه، وهو نفس اللي احنا قلناه في المحاضره بتاعتنا بالظبط. يعتبر كده خلصنا الحمد لله المراجعه. ثانك يو يا سنه تانيه، وبالتوفيق ان شاء الله، ربنا معاكم يا رب.